بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم في قناة الأستاذ حيقون أسامة لمادة الأدب العربي. إن شاء الله اليوم رحين نشوف درس جديد. الحصة اللي فاتت شفنا درس القرائن اللغوية أو مظاهر الاتساق. ماذا بينا في الفيديو في الأسفل رحين تلقوا درس القرائن اللغوية، وفيديو أيضا تاع الدرس اللي قبله كيف تراجع الأدب العربي باش تعرف كيفاش تبدأ. بمعنى قبل ما تشوف هذا الفيديو ماذا بيك تروح تشوف فيديو تاع القرائن اللغوية اللي راح تلقاها أسفل هذا الفيديو لتحت في الوصف، وتزيد تشوف فيديو تاع كيف أراجع الأدب العربي علاش باش تنظم روحك وتثبت أمورك. إذا إن شاء الله في هذا الفيديو راح نكمل في سلسلة بناء درسنا الجديد، وهو درس الحقول الدلالية، وهو درس بسيط جدا بالصح، درس ثابت في امتحان البكالوريا، معناها درس دائما يجي ولكن النقطة مضمونة في امتحان البكالوريا. وشنو نقطة مضمونة؟ لأنه سهل جدا. صح، قد يتساءل متسائل هذا الدرس وين يجي في البناء اللغوي. عادة كان في بكالوريات قديمة يجي في البناء الفكري، ولكن في البكالوريات الحديثة ولا يجي في البناء اللغوي. معناها هذه الدروس تدخل ضمن الجزء الثاني من الأسئلة وهو البناء اللغوي. الآن ما هي الحالة؟ وش معناها حقل دلالي؟ قد يتساءل متسائل ما هو الحقل الدلالي؟ الحقل الدلالي أيها الإخوة هما كلمات، نشرحها بالدرجة ببساطة، هما كلمات يدخلوا في نفس المجال، كلمات موجودين في نفس المجال. مثلا ما نروحوش بعيد، مثلا طبيب، إبرة، مستشفى، مريض. نقول لك شنو هو المجال تاعهم؟ تقول لي أستاذ ببساطة المجال تاعهم هو الصحة. مثلا أستاذ، كرسي، قلم، مدرسة. نقول لك شنو المجال تاعهم؟ تقول لي أستاذ مجال تاعهم تعليم. إذا حب يقول بأن الحقل الدلالي هي مجموعة من الكلمات تنتمي إلى مجال معين. معناها يعطيك مجموعة من الكلمات يقول لك شنو هو المجال تاعهم، ولا يعطيك مجال يقول لك جيب لي الكلمات تاعهم. صح، احنا هذا الحقل الدلالي من نوفات جاء على ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي الحالة البسيطة جدا السهلة اللي الناس كامل تقدر تجاوب عليها. في هذه الحالة يقترح هو اللي دار سوجي، جماعة اللي داروا سوجيات، اللجنة اللي تحط سوجيات، وهي لجنة مكونة من طرف أساتذة ومفتشين من العيار الثقيل، ناس يعني أكفاء فعلا، ناس عندهم مهارات عالية جدا، يجيبوهم باش يحطونا سوجي. هذو الناس يقترح الحقل ويطلب ماذا؟ ويطلب الألفاظ. إذن يقترح ماذا؟ الحقل. ويش يطلب؟ يقول لك جيب لي أنت ألفاظ. نعطيكم مثال، نروح نجيبوا باك 2018. باك 2018 طبعا خلينا نديروا شعبة العلوم. علاش؟ لأنه سهل وبسيط وفي المتناول ويمثل لنا هذه الحالة. نحط السؤال كما هو، قال لك في النص. الآن شوفوا معايا، الآن وش راح ندير؟ راح نجيب السوجي باش تشوفوا بعينيكم ونحطه قدامكم في الشاشة. علاش؟ باش تشوفوا السؤال كيفاش جاء. ربما أنا نقرأ لكم السؤال أو نغير فيه شوية، بصح معليش تبعوا معايا. الآن السوجي يظهر أمامكم، وش قال لك؟ قال لك في النص حقلان دلاليان، في النص حقلان دلاليان. صح، حقل ديني والآخر سياسي، مثل لكل منهما بأربعة ألفاظ. إذن هو اقترح لك الحقل الديني واقترح لك الحقل السياسي وقال لك مثل لكل منهما بأربعة ألفاظ. تبع معايا، نكتبوها دركا في النص حقلان دلاليان. أحدهما ديني والآخر سياسي. نلاحظوا الآن أنه اقترح علينا الحقل الديني والحقل السياسي، ومن بعد قال لك؟ قال لك مثل لكل منهما بأربعة ألفاظ. لنعتبر أنه ما قال لناش أربعة ألفاظ، قالنا مثل لكل منهما، ما طلبش عدد الألفاظ.
طبعا اذا لم يطلب عدد الالفاظ انا مباشره راح نخرج 4 ألفاظ على الاقل. لازم نخرج 4 ألفاظ. شوفوا الاجابه النموذجيه كيفاش تكون. راح تكتب لي حقل الدين، شوفوا معي هكذا بهذا الشكل، حقل الدين وحقل السياسه، حقل الدين وحقل السياسه. اذا هكذا باش ننظم امورنا. اذا نفتح دائما شولتين ولا مزدوجين باش نبين باللي هذا القول مش قولي انا بل هو قول الكاتب. يلا اذا كيفاش نعرفوا حقل الدين؟ اي كلمه تنتمي الى المجال الديني. الحقل السياسي اي كلمه تنتمي للمجال السياسي. صح، نظهر امامكم القصيده، راح نحط لكم دوائر على الكلمات اللي ينتموا للحقل الديني، وراح نحط لكم كلمات ينتموا للحقل السياسي. راح نقرا مع القصيده، نقرا لكم القصيده، تبع معايا. القصيده راح تظهر امامكم الان في الشاشه. فلسطين يا مهبط الانبياء، فلسطين يا مهبط الانبياء. اذا فلسطين يجمع حقل ديني ولا سياسي؟ تقول لي استاذ فلسطين اسم دوله وبالتالي هو حقل ديني. اذا فلسطين يا مهبط الانبياء. الانبياء يا جماعه انبياء، استاذ الانبياء كلمه دينيه. فلسطين يا مهبط الانبياء، صح. ويا قبلة العرب الثانية، قبلة العرب الثانية. قبلة يا جماعة لفظ ديني صح ولا لا؟ قبلة، قبلة العرب، العرب وشنو هو؟ لفظ سياسي يا أستاذ. ويا قبلة العرب الثانية. ويا حجة الله في أرضه، حجة الله، الله ما نوع اللفظ؟ تقول لي أستاذ الله لفظ ديني. ويا حجة الله في أرضه، الأرض، أرض مش لفظ، لفظ سياسي. إذا أرض الشعوب نزاعات لفظ سياسي، إذا ألفاظ أرضه. ويا حجة الله في أرضه. ويا هبة الأزل السامية. ويا قدسا باعه آدم كما باع جنته العالية. قدسا لفظ سياسي، قدس عاصمة فلسطين صح ولا لا؟ صح. باعه آدم، آدم لفظ ديني لأنه اسم نبي. الآن لاحظوا معي في الصبورة كيفاش نظمت. إذا حقل الدين نفتح مزدوجين، نخرج الكلمات الدينية ندير بيناتهم مطات. حقل السياسة نخرج الكلمات السياسية، أراضي، شعوب وغير ذلك. الآن كما لاحظتوا أننا احنا نعتمد بشكل مباشر مش على الدروس، أنا نفضل أنني نروح نجيب سوجي تاع باك، نجيب السؤال من الباك كما راكم شفتوا واش درت، ونجاوب عليه يعني مباشرة، نروح نتعلم المنهجية أوليو باش نروح نجيب درس ونرجع وكذا إلى آخره. لا، لازم نروح نجيب الباك الامتحان ثم أجيب عليه أو أتعلم طريقة الإجابة. الحالة الثانية، تبع معايا في الصبورة، الحالة الثانية، الحالة الثانية نوعا ما شوية أصعب من الحالة الأولى، نوعا ما أصعب من الحالة الأولى، أصعب من الحالة الأولى صح. الحالة الثانية شوفوا معايا، ها، إذا الحالة الثانية وش يقترح؟ يقترح هذه المرة، اقترحنا الحقل، هذه المرة لا، يقترح الألفاظ، يقترح الألفاظ، هو يعطيك الألفاظ ويطلب ماذا؟ الحقل. إذا ماذا يقترح أيها السادة؟ يقترح الألفاظ. وش يطلب؟ يطلب مني أنني نجيب ماذا؟ الحقل. جيد، دائما نعتمد على سؤال البكالوريا، نروح نجيب سؤال البكالوريا. نروح الباك 2019 شعبة اللغات، باك 2019 شعبة اللغات. يعتبر هذا البكالوريا من يعني من أحسن البكالوريات، بكالوريا قوية جدا، بكالوريا تعتمد على الفهم بشكل أساسي، بكالوريا تعتمد على فيها حيل، فيها أفكار كثيرة جدا. يعني أنا بكالوريا الأدب العربي أو أسئلة الأدب العربي يعني في سجيات الأدب العربي لطالما كانت ناجحة. العام اللي فات في ظل الأزمة، في ظل الضغوط، ظرف الوجيز اللي داروا فيه الباك، ولكن بكالوريا الأدب العربي كانت من أنجح البكالوريا، يعني شيء رائع جدا، شيء يعني يفوق التصورات. وبالتالي إذا نروح نجيب الباك، قال لك سمي. الآن شوفوا معايا في الشاشة، دائما نعتمد على الشاشة لأنني من نجيب يا جماعة راكم تلاحظوا فيا نجيب السؤال من السوجي. إذا قال لك سمي، سمي الحقل الدلالي، هاو قدامكم، هاو قدامكم، أنا راني نعتمد على الذاكرة.
سمي الحقل الدلالي للألفاظ الآتية. إذا ربما أنا ما رتبش الألفاظ لأنني ما عنديش حتى حاجة قدامي لأنني أعتمد على الذاكرة. أنتم حاولوا كيفاش تتبعوا معي حتى ونواسيهم معليش. إذا النوح، النوح وهو الصراخ البكاء، العويل أيضا وهو الصراخ والبكاء، النوح العويل الباكون، الدمع الموت. صح. إذا هذه الألفاظ رهم قدامي، إلى أي حقل تنتمي هذه الألفاظ؟ إلى أي حقل تنتمي هذه الألفاظ؟ تبع معي في الصبورة كيف أجيب. الآن أول حاجة نكتب الألفاظ كما رأيكم درتم الصبورة، شيء يعني شيء مهم جدا، لأن المصحح دائما يحب الورقة اللي تكون منظمة ويحب التلميذ اللي يكون منظم، وبالتالي من المفروض أنك تنظم إجابتك كما هكذا، ومن بعد تكتب تنتمي الألفاظ التالية إلى حقل، وتقولوا لي حقل الحزن، إذن حقل الحزن أو أي مرادف من مرادفات كلمة الحزن. قادر واحد يقول لي أستاذ حقل الألم، قادر واحد يقول لي أستاذ حقل الأسى، قادر واحد يقول لي حقل مثلا مانيش عارف. إذن ألفاظ الحزن الألم الأسى ولكن ما تروحش تجيب لي كلمة من هذا، قال تقول لي حقل النوح هذا خطأ، ولا حقل العويل هذا خطأ، بالتالي ما يجوز لكش تخرج لفظ من هذا الألفاظ، وبالتالي لازم تجيب حقل جديد معناها من راسك، تحاول تشوف الكلمة اللي تشملهم كامل، الكلمة اللي تجمعهم كامل. النوح يدخل في الحزن، العويل يدخل في الحزن، الباكون يدخل في الحزن، الدمع يدخل في الحزن، الموت يدخل في الحزن. بمعنى نلاحظ الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الأولى اقترح لي الحقل وطلب مني الألفاظ، وهذه حالة بسيطة جدا الناس كامل تقدر تجاوب عليها. علاش؟ لأنه حدد لك المجال اللي تمشي فيه، حدد لك الطريق اللي تسير عليه، وبالتالي أنت مطالب فقط باستخراج الألفاظ التي تنتمي إلى ذلك الحقل. أما الحالة الثانية وهي الحالة التي يتم فيها اقتراح الألفاظ والمطالبة بالحقل، هذه الحالة تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى روية، وبالتالي يجب علينا أن لا نتسرع أبدا. الحالة الثالثة وهي الحالة الأخطر، أو أن يمكن أن نقول أنها الحالة الأصعب، الحالة الثالثة وهي نوعا ما حالة نادرة أيها الإخوة، ولكن إذن الحالة لا يقترح فيها شيء، ولا لا يقترح فيها شيء، لا يقترح معناها ما يعطيك والو، ما يقترح عليك والو، لا يقترح فيها شيء، لا يقترح فيها شيء، ما يقترح لك والو، وإنما أنت مطالب باستخراج الحقل والألفاظ، معنى إنما يطلب الحقل واللفظ والألفاظ، إنما يطلب الحقل والألفاظ، يطلب الحقل وتطلب الألفاظ. صح؟ إذن كيف ذلك؟ هذه الحالة قلنا يقترح الحقل ويطلب منك ألفاظ، هذه الحالة يقترح الألفاظ ويطلب الحقل. صح؟ هذه الحالة ما يعطيك والو، أنت مطالب بتحديد الحقل ومطالب بتحديد الألفاظ، وبالتالي هنا لازم تكون حذر جدا. ولكن المصحح ولا الإنسان اللي يحط في السوجي دائما نقول لكم ماهوش إنسان راح ينتقم منك، إنسان يساعد فيك، إنسان يختبر قدراتك المعرفية، راح يعطيك حاجة تساعدك، يعطيك حاجة تساعدك. نشوفوا احنا مع بعض باك 2012 شعبة الأدب والفلسفة، باك 2012 شعبة الأدب والفلسفة. تلاحظوا بأنها جبنا باك علميين، باك لغات، وباك أدب وفلسفة، وبالتالي باش نبرهن لكم بأن الحقول الدلالية موجودة في جميع البكالوريات وموجودة عند جميع الناس. راكم تلاحظوا بأنك إذا جبت هذا السؤال راح تتحصل على نقطتين، بمعنى الحصة اللي فاتت القرائن اللغوية تحصلنا على نقطتين، حصة اليوم الحقول الدلالية وهو سؤال ثابت ولا سؤال أساسي راح نتحصل إن شاء الله على نقطتين. إذا باك 2012 قال لك في النص حقلان دلاليان متضادان. في النص ماذا؟ حقلان. شوفوا معايا في الشاشة، شوفوا معايا، ها هو ورا السؤال، هني محدوه وباين في النص حقلان، عفوا دلاليان متضادان، في النص حقلان دلاليان متضادان.
ومن بعدها قال لك حددهما ومثل لكل منهما، هو قال لك ديريكتوم مثل لكل منهما. هذا امر غير منطقي، لازم تحددهم قبل ومن بعد تمثل لهم. اذا قال لك حددهما، هني زدنا كلمه حددهما من عندنا، ثم مثل لكل منهما بثلاث الفاظ. بثلاث الفاظ في النص عقلاني دلاليان متضادان، معناها هنا في هذه الحاله تبع معي في الصبوره، انت مضطر انك وشنو دير جدول. مثلا جدول الحقل الاول ديره هنا، الحقل الثاني ديره هنا، هذا تدير له الفاظه، هذا تدير له الفاظه. انت مطالب باستخراج ثلاثه الفاظ على الاقل، ثلاثه اربعه خمسه، لان نقاطك تاعي ماكسيموم راح تعطيك ثلاث على ثلاثه. اذا ثلاث الفاظ، ثلاث الفاظ معناها سته، ممكن نقطه ونص. وبالتالي والله اذا كانوا ثلاثه صافي، ربع 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 صافي، تعود واحد النقطه ونص، اضافه الى نصف نصف هنا توليك ربع ربع، توليك نقطتان تماما. بمعنى انت مطالب باستخراج ثلاث الفاظ على الاقل، ثلاثه والفوق، بصح فوق ثلاثه مش راح يزيدك نقطه، تحت ثلاثه ينقص لك نقطه. صافي لو كان دير ربعه ما يزيدكش، ما تعبش روحك، صح؟ وبالتالي هنا في هذه الحاله هي الحاله صعبه شويه، تحتاج الى رويه، تحتاج الى التثبيت بالعقل. هو قال لك متضادان، معناها السعاده والحزن ممكن، معناها التفاؤل والتشاؤم ممكن، معناها التجديد والتقليد ممكن، على حساب وش راح عندك في النص، صح؟ صلوا على رسول الله. الان هل الحقل الدلالي، هل كلمه الحقل الدلالي او الحقل الدلالي جاب هذا اللفظ تماما في امتحانات البكالوريا السابقه؟ اسكو لازم يجيب هذا اللفظ الحقل الدلالي او قادر يتبدل لك؟ هنا باك 2019 فاني اخطات، هنا الحقل المعجميه مش دلالي، اعتذر. الان نروح نجيب بعض البكالوريات، انا اعتمد على الذاكره، وبالتالي يعني ساعه ساعه احنا ندير غلطات خفاف، ولكن معليش. اسلام اسكو راه باينه جهه اليمين تبان؟ باين هنا حتى هنا باينه؟ صح. اذا راح نشوفوا تطور المصطلح، معناها في باك 2010 ادب وفلسفه، نروح نجيبوا باك 2010 ادب وفلسفه، شوفوا معايا في الشاشه، شوفوا معايا، حدد المجال الدلالي. اذا في باك 2010 واش سميناها؟ سميناها المجال الدلالي. راكم تلاحظوا ماكش تلاحظوا؟ ها، اذا نقولوا هنايا تطور الحقل الدلالي، تطور ماذا؟ الحقل الدلالي، معناها تطور الحقل الدلالي عبر هو مش تطور، ولكن احنا في البكالوريا تاعنا معناها كيفاش بداو يبدلوا له في الاسم، ولا كيفاش قادرين يبدلوا في اسم، او قادر ما نسموهش تطور الحقل، قادرين نسموه مرادفات اخرى للحقل. في باك 2010 سموه الحقل الدلالي، ها وش راكم تشوفوا في امامكم. في باك 2016 شعبة اللغات وش سموه؟ سموه الحقل اللغوي. هيا نروحوا نجيبوه ونشوفوه، ها هو قدامكم في الشاشة، شوفوا معايا راكم تلاحظوا يا جماعة. بمعنى علاش راني نجيب لكم في البكالوريات يا جماعة؟ باش تنحوا لي مشكل تاع راني سمعت وراهم قالوا لي وراهم ما قالوليش. إذا حنا دائما الدليل والبرهان عندنا من البكالوريا، نروحوا نجيبوا البكالوريا نشوفوها مع بعضنا، كي نشوفوها مع بعضنا يتهنى الفرطاس من حك الراس، وكيما نقولوا حنا في الجنوب تتهنى القرعة من حك الراس، معناها باش ما يصرالكش مشكل تقول راهم قالوا لي ما قالوليش. إذا في 2016 سميناه الحقل اللغوي، واش سميناه؟ ولا واش سموه هنا؟ سموه هنا الحقل اللغوي. هذا السيد اللي راح يحط في هذه المواضيع راه ماهوش دراري، انسان حكيم، انسان محترف، انسان محترف، معناها كل مره حاب ينوع لك، كل مره حاب يجيب لك. وهذا السيد اللي راح يحط في المواضيع انسان راه يحاول على حساب واش رانا نشوفه، يحاول يحافظ على طريقه بناء الاختبار، يحاول يحافظ على النسق باش ما يخرجش، باش دائما يبقوا التلاميذ عارفين المنهجيه تاع البكالوريا. في باك 2018 راكم تلاحظوا بلي جبت ادب فلسفه، جبت لغات، نروح نزيدو نجيبو علميين. في باك 2018 علوم، نروح نجيبوه مع بعض، انا ديجا حليناه من فات، وراه ها وراه حقلان دلاليان. اذا واش سموه؟ سموه الحقل الدلالي ولا الدلالي. صافي، المجال الدلالي، الحقل اللغوي، الحقل الدلالي. راكم تلاحظوا بان المصطلح يطور. باك 2019 سموه الحقل اللغوي، هاي شوفوا مع بعضنا، ها هو راه قدامكم تشوفوا فيه الحقل المعجمي. باك 2019 لغات واش سميناه؟ الحقل المعجمي. الحقل ماذا؟ المعجمي، ممتاز. الحقل ماذا؟
المعجم. في باك 2020 في باك 2021 معليش نخلوها مقترحة، والله 2022 ممكن هذا الفيديو يقعد 3 سنوات، ممكن 4 سنوات، ممكن نعودوا ميتين، ممكن نعودوا حيين، ربي يعطينا القوة إن شاء الله ونواصلوا في هذه المسيرة ونعاونوكم إن شاء الله وعاونونا أنتم أيضا بالدعاء. إذا في باك نديروا إحنا مقترح قادر يتبدل لك، يقول لك ما هو الفضاء. الفضاء، كلمة الفضاء كلمة مقترحة جدا، الفضاء الذي تنتمي إليه ولا تنضوي تحته الألفاظ التالية. في باك من البكالوريات مانيش متفكر ولكن ممكن تظهر أمامكم في شاشة، ممكن إذا لقيتها عم ظهر أمامكم في شاشة، قال لك تنوعت في النص مرادفات ثورة، تنوعت في النص مرادفات ثورة استخرجها. معنى المرادفات رأى أيضا حقل دلالي يا خوتي، بمعنى الحقل الدلالي حاجة سهلة، هيا نديروا الحوصلة بتاعنا. حقل الدلالي الحالة الأولى يقترح الحقل ويطلب الألفاظ، وهذه الحالة البسيطة. الحالة الثانية يقترح الألفاظ ويطلب الحقل، وهذه حالة نوعا ما تحتاج إلى تثبت، تحتاج إلى كذا. حالة ثالثة لا يقترح فيها شيء، لا يقترح فيها شيء، هني غلطت غلطة هنا كبيرة، غلطة كبيرة المفروض تفوقوني بها. لا يقترح فيها شيئا ولكن شيئا، هذا خطأ المفروض تنبهوني لهذا الخطأ، صح معليش. لا يقترح فيها شيئا وإنما يطلب الحقل والألفاظ. في النص حقلان دلاليان متضادان، حددهما ثم مثل لكل منهما بثلاث ألفاظ ولا ثلاثة ألفاظ. صح، صلوا على رسول الله. إذن نكون هنا قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. ما تنساوش تروحوا تجيبوا لي الحقل اللغوي تاع باك 2017 شعبة العلوم، باك 2018 باك 2019 شعبة العلوم الموضوع الثاني، باك 2016 شعبة العلوم، زيدوا باك واحدة أخرى باك 2015 شعبة العلوم. بصح باك 2015 حذاري، راه ما طلبش منك ألفاظ، طلب منك ماذا؟ عبارات، يعني ما تخرج ألفاظ تخرج جمل. جيبوا لي باك 2015 شعبة العلوم موضوع الأول، باك 2017 شعبة العلوم موضوع الأول، باك 2019 شعبة العلوم صح الموضوع الثاني باسكو الموضوع الأول ما فيش الحقل الدلالي، باك 2016 موضوع الأول صافي نروحوا نجيبوا شعبة العلوم. تخلوا لي كومونتير كي ديروا المحاولة تاعكم، تخلوا لي كومونتير ديروا لي بالسنة 2015 واش درت، 2016 واش درت، 2017 واش درت، 2019 واش درت، 18 شنو حليناه. تخلوني وانا نحاول قدر المستطاع انني نقرا الاجابات تاعكم، ما تفقدوش الامل حتى وراني ما نجاوبش ولكن نقرا الاجابات تاعكم. اذا نكون هنا قد وصلنا الى نهايه الفيديو، ان شاء الله ادعوا لنا بالتوفيق وادعوا لنا بالسداد وربي يحفظكم. وقدم تحيه عسكريه لجميع الاساتذه، الاخوه الاساتذه المرابطين في الميدان. دائما اذكر ربما قد اكون مشهورا ولكن لست الاكفاء، هناك دائما عشرات الالاف ان لم اقل مئات الالاف من الاساتذه افضل مني، وهم جيوش عظيمه جدا، ولكن فقط يخدموا في الميدان ناس تحب تخدم في الخفاء. هذو الناس نقول لهم دعواتي معكم، ونقول لهم بارك الله فيكم، ونقول لهم دائما اني اتعلم منكم، ولا تبخلوا علينا بالنصائح والارشادات، دائما ابعثوا لنا نصائح، ابعثوا لنا ارشادات، كي نغلطوا صحوا لنا ما فيش عيب. ربي يجازيكم، والسلام عليكم ورحمه الله.